مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم مجددا في حلقة جديدة من لست وحدك. الشهداء الذين تقدموا الصفوف للدفاع عن حقوق مجتمعاتهم في الحرية والكرامة والأمن والمساواة وغيرها من الحقوق التي كرم الله بها البشر يستحقون منا الإجلال، ليس لأجلهم، فهم كأشخاص قد انتقلوا إلى حياة أخرى لا يضرهم فيها ما يضرنا ولا ينفعهم فيها ما ينفعنا، ولكن للقيم التي دافعوا عنها وضحوا بحياتهم لأجلها، لحق ذويهم وحق المجتمع ككل في الإنصاف، وحق الأجيال القادمة في معرفة فداحة ثمن سقوط جزء من المجتمع في وهم الاصطفاء أو التفوق العنصري. قضيتنا اليوم قضية أول شهداء المقاومة في تعز، معلمها وأستاذها الشهيد البطل محمد الصهيبي الذي فارق الحياة وهو يدافع عن مدينة تعز كأول شهيد للمقاومة التي اختار الانضمام إليها إيمانا بحق الشعب في الحفاظ على مكتسباته السياسية، في الحفاظ على الثورة كقيمة وعلى الجمهورية كنظام سياسي وحرية الرأي والتعبير كأسس متينة لبناء مجتمع تقوده المؤسسات إلى النماء والازدهار. هذه هي خلاصة القضية التي يناضل لأجلها اليمنيون وتهون أمامها الخسائر والتضحيات، وهو درب إن لم تسر عليه الشعوب سارت على دروب أخرى ليس فيها غير الهوان والياس. عن الشهيد محمد الصهيبي الرجل الاستثنائي وأسرته الصابرة وأطفاله المتميزين نشاهد هذا الفيلم الذي صوره الزميل فواز الحمادي وأعده للعرض الزميل وديع عطا. نتابع ثم نعود. بالتزامن مع عدوانهم على عدن ولحج فجر الانقلابيون حربا ظالمة أخرى في تعز. كان لابد لأبناء الحالمة الدفاع عن مدينتهم، فانتظموا في مقاومة شعبية تداعى إليها الأبطال من عموم المدن والمديريات. كان ابن المعافر البطل الثائر محمد أحمد عبد الرحمن الصهيبي أول شهداء مقاومة تعز ارتقاء في 17 من إبريل 2015، باذلا روحه فداء في معركة الدفاع عن موطنه وثورته ومكتسبات الجمهورية. وقد مثل استشهاده خسارة غير عادية يدركها من عرفوه، ومؤشرا على فداحة الثمن الذي تدفعه المقاومة في معركة استعادة الدولة. الحقيقة لقد عرفنا مناقبه من بعد استشهاده، فكل الناس يثني عليه. كان رجل اجتماعي يحب الخير لأمته ولوطنه ولشعبه. كان أخي وصديقي ورفيق دربي، كان الظل الظلي الذي لا يفارقنا، كان الملذ الآمن الذي نعود إليه. دائما إذا اشتدت علينا المشاكل نعود إلى محمد أحمد. كتلة من القيم الرائعة فيه من النبل والأخوة والصداقة، يعني الصفات الكثيرة. ولذلك عندما نتذكر استشهاد محمد الصهيبي نعزي أنفسنا ونذكره بكثير من الفخر والاعتزاز، لأنه كان دائما في المقدمة. يكره الاستبداد، يكره الظلم بكل صوره وأشكاله، وكان يضحي ويدافع ولا يخاف في الله لومة لائم. ترك الشهيد الصهيبي فراغا واضحا لدى من عرفوه وعايشوه في منطقته، ويبدو ذلك جليا من حجم المحبة والتقدير التي يحظى بها من أبناء قريته في عزلة الكلائبة بالمعافر. كان دائما واقفا إلى جانب المظلومين، لم يكن يوقف يوم من الأيام إلى جانب الظالمين أبدا، فكان ما في من إنسان يستعين به إلا ويقف معه بدون أي مقابل، وإنما يعمل ذلك محبة لأمته ولأهله. كان رجل بحجم الوطن كبير، وكان صاحب نقدة مروءة، كان الأول دائما، كان دائما الأول في الشهادة، الأول في التسابق على الخير، الأول في حل مشاكل الناس، الأول دائما بجانب الضعفاء والمساكين. كان له أثر على الشباب، وكان أيضا دائما يلبي إلى جهة الخير، دائما أصحاب الخير، الإنسان المظلوم، الإنسان المسكين، دائما كان يحب أن يساعد الناس
بدون ما يطلبوه للمساعدة، وكان دائما، وهذا استفى من الله سبحانه وتعالى أن هيأهم لهذا الموقف القلال، وهم لا يحتاجون أن نتكلم عليهم، قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وعندما رحل محمد أحمد لم نهنى لذة العيش، ولم نجتمع، ولم نكون نتسابق على المقيل كما كنا نتسابق في أيام محمد أحمد. على مستوى الأسرة، ترك الشهيد زوجة وعشرة أطفال، 7 بنات و3 ذكور، أصغرهم جاء إلى الدنيا بعد أن غادرها والده بأشهر، وسيظل رحيله ألما تعانيه الأسرة طويلا، إلا أن أثره التربوي بدا واضحا في القيم والمبادئ التي ربى عليها أطفاله وغرسها في أبناء الأسرة. نفخر أنه شهيد، أول شهيد في المقاومة الشعبية في تعز، وسنظل نفخر فيه طول أعمارنا، وقدم روحه من أجل الوطن الذي نعيش فيه، استشهد بحارته وجنب داره وجنب بيته، والحمد لله. كان أبي بالنسبة لي أب ومعلم ومربي وصديق، كان يعاملنا معاملة الأصدقاء، كانت إذا حدثت لنا مشكلة، طبيعة البنت أن ترحل عند أمه، بس إحنا من تعامل أبي معنا كنا نروح لعنده، كان يتعامل معنا بكل أريحية. كان أبي لما يدخل البيت يدخل مع الفرحة، مع البهجة، مع البسمة. كان أول لو مع إحنا مشكلة كنا نروح لعند أبي وبيحلحنا به بأسهل طريقة، لو كان يشجع إحنا على الدراسة، كان يندير إحنا لو واحد غلط مننا إحنا يندير إحنا على هيئة قصص، على هيئة عبر، على هيئة حكايات، ما يقولش اللي هو غلطان أنت الغلطان. كان أبي يعني تعامله غير. كان عمي لو في أي مشكلة أو في مناسبات أو فرح أو حزن دائما بنحصله جنبنا، ودائما بنحصله أول من يجي يوقف معنا ويدعمنا. عمي كان يشجعنا ويعاملنا كأن إحنا مثل بناته، كان يجي لعندي ويقول لي أنت حبي ليك مثل حبي لبناتي، يقول نفس الكلام لبنات عمي البقيات. عمل الشهيد في سلك التربية والتعليم موجها تربويا، ولعله قد أدرك اقتراب لحظة الرحيل طالما نذر نفسه ووقته لوطنه، فحرص على تهيئة أطفاله لزمن لن يكون فيه إلى جوارهم، وكرس جهده في أن يغرس في نفوسهم قيم النجاح والإباء، وهو ما تجسد إباء في التعبير وجزالة في الألفاظ وتميزا في التعليم. أنا أبي يطمح بأن كنا متفوقين، فالحمد لله تفوقت وحصلت على معدل 90 في الثانوية، فالحمد لله. فكنت أتمنى أن أبي أنه يرى شهادتي، فلم يراها، فطالما أنه كان هذا حلم أبي فسنحقق حلمه وسنظل متفوقين إن شاء الله. كان أبي قبل استشهاده يطمح أن نكون في التفوق نحن للتعليم الدراسة، وكان طموحا بأن نكون في الدرجات الأولى في الصفوف، وكان دائما يحدثنا عن دراستنا، وعن يقول احنا يعني يكونوا بالمرتبه الاولى ان شاء الله، وسوف نحقق ان شاء الله امنيته. لم يكن الشهيد محل حب اطفاله واقاربه فحسب، بل كان الاحب لامه التي لا تزال مسكونه بوجع رحيله، ولا تنفك تحكي لزائريها عن بره بها وبره بشقيقاته واشقائه الذي كان اصغرهم عمرا. احب اشكره مطل علي، مطل علي خواطر بعض من هنا الارحام، اي اخرب سالم خواتم من الصغير والكبير. احمد اشكره على ما قسم رضي، وبطاعتي بطاعه اخوه بطاعه اخوانه، احمد اشكره. ثم تجنب في سيره الشهيد استدعى تناولنا لقصته، وهو عظيم الإباء وقوة الشكيمة التي غرسها في أطفاله، وكأنها جينات ورثوها عنه مباشرة. يتحدثون عن ذكراه بتماسك نادر، عن موقف رحيله وعن وصاياه لهم، فضلا عن حرصهم على التميز الدراسي التزاما بوعد قطعوه على أنفسهم له. كان يعني أمنية الوحيدة أن احنا يعني نوصل الدراسة،
وندرس ونكون متفوقون. فدرست من بداية من الابتدائية إلى الثانوية، كان أبي معي في ثالث ثانوي حين خرجت نتيجة الثانوية، كان أبي غير موجودا. فكنت أتمنى في هذه اللحظة أن أبي يكون موجود، بس الحمد لله ما كنت موجود. فكنت أتمنى أنه يرى معدلي ودرجاتي، فالحمد لله. فقال إذا قريبي أي حاجة وإذا استشهدوا ولا شيء لا تزعلوا شهداء، لو وقت ما أعطاني حين الخبر إحنا محزنين فرحين لأنه شهيد، محزنين لأنه فارقنا. لما قالوا إنه بيستشهد انصدمنا، فرحنا حزننا، فرحنا لأنه ارتقى مع الشهداء وتمنى ونالها، وحزننا حزنا شديدا لأن نحن فارقنا به ولن نراه مرة أخرى، لن نرى بسمته، لن نرى ضحكته، لن نرى مزاحه. تلقينا الخبر لاستشهاد والدي، كنت في حالة محزنة فتألمنا، وبعد ذلك يعني كنا يعني فرحين باستشهاده وزعلانين لخسارة والدنا. عاش أطفال الشهيد مشاعر متناقضة بين الحزن كأطفال فقدوا والدا استثنائيا، وبين الالتزام بوصيته لهم أن يكونوا أقوياء عند تلقيهم خبر استشهاده. كنت أقول يا قريبة بحاجة بقنا نسوي أي حاجة، بعدين الله أعطانا الصبر، بعدين روحنا القرية، كنا في الطريق ننشد، بعدين روحنا القرية وصلنا بيت جدي صغرتنا، وكان يقول يا وصلنا يعني إيش نوصل وإحنا مهلاكات، بعدين وصلنا البيت صغرتنا، بعدين رحنا عند جدتي سلمنا عليه، بعدين يوم استشهد لما قابلنا رحنا مع الجنازة حقه، كنا نزفه زفة شهيد للجنة. قال إذا قرابي حاجة استشهدت أشركم ما تزفون زفة شهيد إلى الجنة، زفة خاصة من أولادي. جمعا دخل وتطيب واغتسل وخرج، وكان ينظر لي وأخواني وأخواتي نظرات مختلفة، نظرات مفارق ومودع، كان يشوف نظرات غريبة يعني ما قد شفت شبي ينظر لنا ذيك النظرات. فبس أخواتي الصغار برأوا بيلتا وخرج، فجلس جنب الباب، فكان يشتي يكلم نحن بكلام يعني ما قدرش يتكلم، كان في كلام يعني يشتي يتكلم نحن فيه بس مدري ليش متكلمش ومشي. فليت هذيك اليوم تعود ليقول لنا إيش كان يشتي يقول لنا، الحمد لله. كان أتوقع من نحن كنا نوصل هالكانين، بس الحمد لله ربي أعطانا إحنا الصبر، وصلنا قويين. تذكرنا كلمات أبي قبل استشهاده أننا نكون أقوياء، وأن الذي هو ولده لا يبكي عليه، وأننا نزغط له. أمة السلام تحرص على أن تحقق ما عهدت والدها عليه من تفوق علمي، لربما كانت الأقرب إلى أبيها إذ تطغى عليها مشاعر الحزن مهما حاولت أن تبدي تماسكها. في يوم الجنازة كنت أقول يعني أنني ما قدرت أخرج يعني تعبان كذا، فتذكرت كلام أبي أنه يشتي زفة، فالحمد لله خرجنا وزفينا أبي كما تمنى. فخرجت كلمات هذه اللحظة، فكانت هذه الكلمات ولدت تلك اللحظة. فكانوا أهلي وأصدقائي يعني يسألوني إيش تكلمتي، يعني مش عارف إيش تكلمت هذه اللحظة. عاش الشهيد متواضع الحال في بيت بالإيجار في تعز المدينة، واضطر كغيره للنزوح القصري إلى منزل الأسرة الكبير في القرية، هربا بأطفاله من جحيم حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع.
لكنه فارق أطفاله قبل أن يبني لهم منزلهم الخاص، وها هم رفاقه يحاولون رد إحسانه إليهم بالإحسان لأطفاله. كان رجل بسيط متواضع، لا يملك إلا قوت يومه، لا يملك مأوى له ولأولاده. كان معه بيت إيجار في تعز، وكنا دائما بجواره ودائما يعزمنا ونتغدى معه، كنا دائما حوله. وعندما وافته المنية واستشهد وارتفق وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قمنا بتجميع بعض المبالغ المالية من الأهل والأصدقاء في المملكة العربية السعودية، ولكي نوافي حقه ونعيد له بعض الجميل الذي كان يقف معنا ويقف إلى جوارنا ويقف إلى جانب المستضعفين والفقراء. فقمنا بتجميع هذه المبالغ وقمنا بالأعمال اليدوية كلنا المحبين والأصدقاء والأهل محمد أحمد من جميع القرى المجاورة لكي نبني له بيت. أمة السلام أنهت بنجاح مرحلة ثانوية العامة وحققت نسبة امتياز كما وعدت والدها، لكن إمكانات الأسرة قد لا تسمح لها ولإخوتها وأخواتها أن يحققوا طموحاتهم العلمية. وهنا يأتي دور الدولة في كفالة أبناء الشهداء الذين تنازلوا عن حقهم في الحياة ليحصل الآخرون على حقوقهم في الأمان والتعليم والفرص المتكافئة. أقول لأبي إنني كنت ولا زلت وسأظل أفتخر فيه، وسيفتخر به أبناءه وأبناء تعز، وتعز الحالمة ستفتخر به واليمن أجمع. رحم الله الشهيد البطل محمد الصهيبي وكل الشهداء. أعزائنا المشاهدين، تترك الحرب آثارا مؤلمة على النفوس وعلى تركيبة المجتمع. كثير من الناس يخرجون بإعاقات دائمة، وكثير من الأطفال يفقدون آباءهم ويفقدون معها مصادر أرزاقهم، وليس فقط إحساسهم بالدفء والحنان. الرعاية الاجتماعية للمتضررين من الحروب واجب المجتمع من خلال المبادرات المجتمعية ومؤسسات الدولة المعنية بتقديم خدمات الرعاية التي تضمن حقوق التعليم والغذاء والكساء والصحة العامة. مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي محمد الأحمدي الباحث القانوني بمنظمة الكرامة. لا تذهبوا بعيدا. أجدد الترحيب بكم أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي عبر سكايب الناشط الحقوقي والباحث القانوني بمنظمة الكرامة الأستاذ محمد الأحمدي. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أخي العزيز وبجمهور مشاهدي قناة بلقيس. قبل قليل تناولنا قصة الشهيد محمد الصهيبي، أول شهداء المقاومة في تعز، وكما نعرف فإن أغلب المقاومين في تعز هم في الأصل مدنيين. كباحث قانوني نسألك، هذا معلم وهناك آخرون مهندسون وصيادلة وعمال، كل هؤلاء اضطروا لحمل السلاح للدفاع عن مدينتهم، هل ينفي عنهم هذا صفتهم كمدنيين من حيث وجوب احترام حقهم في الحياة والأمن وحرمة مهاجمتهم؟ شكرا لك أستاذ عبد الله، وشكرا لقناة بلقيس على اهتمامها بالقضايا اليمنية ومناقشتها على هذا النحو. في الحقيقة أخي العزيز، قصة محمد الصهيبي رحمه الله وكل شباب المقاومة، كل قصة بحد ذاتها يعني تحمل الكثير من المعاني والكثير من الزوايا التي بحاجة إلى تسليط الضوء حولها ومناقشتها. كل الأشخاص الذين انخرطوا في المقاومة الشعبية في الحقيقة هم مارسوا حق الدفاع الشرعي عن النفس، وهذا الحق معترف به في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية، كل القوانين الوضعية. نعم. سواء القوانين المحلية والتشريعات المحلية أو في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نعرف أن جماعة الحوثيين، ميليشيات الحوثيين وحلفائهم، منذ اللحظة الأولى التي رفعوا فيها السلاح في وجه المجتمع اليمني أفرادا وجماعات وقوى سياسية ومنظمات مدنية وناشطين وصحفيين وكل فصائل المجتمع اليمني وأفراده، بدأوا أيضا بخطاب
تحريضي خطاب عدائي واضح ضد كل الأعيان المدنية في المجتمع، ثم باشروا بعد ذلك عمليات القتل والترويع بكل وسائل القتل، سواء قصف عشوائي للقرى والمدن والأحياء أو من خلال الاستهداف المباشر للضحايا. نتذكر على وجه التحديد أخي عبد الله منذ اللحظة الأولى التي سيطروا فيها أو انقلبوا على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع وعملوا على عسكرة مظاهر الحياة، بدأت تخرج مظاهرات سلمية في صنعاء وفي تعز وفي مناطق أخرى في الحديدة وفي إب، فباشروهم بإطلاق الرصاص يعني، وقتلوا واعتقلوا أناس آخرين واختطفوهم ومارسوا في حقهم التعذيب حتى الوفاة، وبالتالي لم يكن هناك أي خيار آخر أمام اليمنيين سوى الانخراط في صفوف المقاومة الشعبية كحق مشروع في الدفاع عن النفس. وهذه في الحقيقة إشكالية ربما لا يعني يحاول البعض أن يعمي بصره عن النظر فيها، خصوصا بعض المنظمات الحقوقية أو بعض الفاعلين الدوليين عندما يتحدثون عن أطراف نزاع مسلح، ولكنهم في نفس الوقت لا يعني أو يحاولون التغطية على حقيقة أن ينظرون للأمور بعيون عوراء، ينظرون للأمور بعيون عوراء. نتذكر هنا أيضا مسألة التكفير، وهي مسألة مهمة في إهدار دماء المعارضين والمخالفين أيضا، ومن هذا المنطلق انطلقت هذه الميليشيا كما نعرف. ماذا عن حقوق ذوي هؤلاء الضحايا الذين يعني مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس، حقهم في التعويض؟ هل هناك قانون يضمن حقوق لهؤلاء في هكذا تعويضات؟ بالطبع أخي العزيز، القانون أولا من المؤسف الآن في الوضع الراهن في اليمن أن نظام العدالة غائب أو مغيب تماما، وبالتالي ونظام العدالة أعني يعني المحاكم والنيابات وأجهزة أجهزة السلطة الأمن وأجهزة الضبط القضائي، وبالتالي هناك شلل تام لأجهزة نظام العدالة عن العمل وإحقاق وتحقيق الانتصاف للضحايا وتحقيق العدالة. وبالتالي نحن بحاجة أولا إلى استعادة مؤسسات الدولة، إلى استعادة الدولة المختطفة وإعادة تفعيل نظام العدالة في اليمن، ومن ثم محاسبة المرتكبي هذه الجرائم، ويعني منح الضحايا وذوي الضحايا حق الانتصاف. وحق الانتصاف يشمل محاسبة المتورطين في هذه الجرائم في الانتهاكات، وكذلك جبر الضرر، وجبر الضرر يشمل نوعين، الضرر المعنوي، جبر الضرر معنويا، وجبر الضرر ماديا. يعني الضرر معنويا ويعني توجيه الاتهام أو إدانة المسؤولين عن هذه أو إقامة الحجة والإدانة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، وبالتالي إقرارهم بارتكاب هذه الجرائم. و الإقرار أو الإدانة، هل هذان المفهومين يعني يتوازيان ويتساويان؟ إن لم يقر المتهم فهناك إدانة تقوم بتثبيت هذه التهمة بناء على تحقيقات عليه؟ طبعا يعني لابد أن يكون هناك محاكمة، بالتأكيد محاكمة عادلة لحق في حق حتى المجرمين أو وتحاشي عدم استغلال أو إساءة استخدام السلطة يعني، ويجب أن يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم، وأيضا حق يعني ممكن أيضا دون شك دون شك هي منظومة عدالة متكاملة تضمن للجميع ولكل ذي حق حقه. استبقتني بإجاباتك على سؤالين، وسأنتقل معك إلى أهمية التوثيق. ماذا عن التوثيق، وهل يمكن أن ينتصف أو يكون أحد طرق الانتصاف لهؤلاء الضحايا مما حل بهم؟ في الحقيقة أستاذ عبد الله ما تقومون به أنتم الآن في قناة بلقيس من خلال هذا التوثيق الرائع لقضايا الجرائم أو على الأقل لبعض الحالات النموذجية حالة الأخ الصهيبي، يعني هذا توثيق رائع ومهم جدا، لأنه أيضا يستنطق الضحايا، يستنطق أولا أسر الضحايا، وفي نفس الوقت يقدم صورة عامة عن الحالة، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك أيضا عمليات توثيق أخرى، مثل يعني من خلال استخراج مثلا شهادات الوفاة، الطب الشرعي إن كان لا يزال يعمل هناك طب شرعي في اليمن،
يعني وغيرها من الوثائق التي صارت معروفة بالنسبة للإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات. لكن في نفس الوقت أود أن أشير هنا إلى لجنة التحقيق الوطنية التي أقرت بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي باشرت عملها الآن من العاصمة المؤقتة عدن، وهي تضم مجموعة من الناشطين والقضاة والمحامين، وبدأت في عمليات التوثيق واستقبال الحالات، ويعول عليها كثيرا في الوصول إلى حق الانتصاف ومحاسبة مجرمي انتهاكات حقوق الإنسان. ونحن في برنامج لست وحدك نشد على أيدي أعضاء هذه اللجنة بالبدء بالتوثيق الميداني والتوثيق الاحترافي والقانوني للضحايا. سيد محمد، لو انتقلنا إلى قضية أخرى وهي قضية الزملاء يدخلون اليوم في أسبوعهم الثالث 10 صحفيين من زملائنا المختطفين مضربون عن الطعام، يدخلون أسبوعهم الثالث، شعارهم لسنا ورقة سياسية نحن قضية إنسانية. كيف تقيم تعامل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بشكل عام مع هذه القضية؟ أخي العزيز، للأسف أيضا هذه واحدة من القضايا المؤرقة، يعني اختطاف الناشطين الصحفيين وتغييبهم في السجون ومنعهم من أدنى حقوقهم على الأقل معتقلين، أو إن كانوا حتى لو اعتبروهم يعني في نظر هذه الميليشيات حتى أسرى حرب، فهم لا يحظون بالمعاملة يعني كأسرى حرب للأسف. نعم. رغم أنهم ناشطين مدنيين اختطفوا أثناء ممارستهم المهنة، مهنة الصحافة، وبالتالي فهم مختطفون حتى هذه اللحظة، وأحيانا تعرضوا لإخفاء قسري والتعذيب والتنكيل وحشي كما تشير لذلك الرسائل التي سربوها من داخل السجن أو شهادات أقارب هؤلاء الضحايا. ما يتعلق بتعامل المنظمات الحقوقية، يعني كان هناك بعض البيانات والتنديدات باختطاف الناشطين، يعني سواء من نقابة الصحفيين اليمنيين أو من الاتحاد الدولي للصحفيين، ونحن حتى في منظمة الكرامة كنا قبل يومين أصدرنا بيانا استنكرنا فيه استمرار سلطات الأمر الواقع في صنعاء باحتجاز هؤلاء الصحفيين وحرمانهم من أدنى حقوقهم أو من أي حماية قانونية، وطالبنا بالإفراج عنهم فورا ومحاسبة المتورطين في جرائم اختطافهم واعتقالهم. لكن الإشكالية أخي العزيز هو في الإرادة الدولية لتفعيل أدوات القانون ومحاسبة الأشخاص أو هذه الميليشيات، يعني من الواضح أن هناك حسابات معينة لبعض القوى الدولية تعمل على إعاقة يعني القانون، تنفيذ الاتفاقات التي تعقد مع هذه الميليشيا والتغطية عليها وتمرير جرائمها وتبييضها أحيانا كما يحدث. مؤخرا اطلعت على رسالة سربت بين سجان زملائنا في سجن هبرة وسيده أحد قيادات الميليشيا، يترجاه فيها السماح لهم بنقل بعض هؤلاء الزملاء إلى المستشفى السعودي الألماني نتيجة تدهور حالتهم الصحية وعدم توفر رعاية كافية سواء من ممرض متدرب بالكاد يفقه الأمور الأساسية والبسيطة. من المسؤول سيد محمد عن تدهور وضعهم الصحي جراء استمرار الإضراب في ظل هذه الظروف وفي ظل بكائهم في بدرومات وانفجار يعني الصرف الصحي عليهم و أمور كثيرة إضافة إلى التعذيب وإلى ممارسة جميع أنواع الضغط النفسي عليهم، من المسؤول عن كل هذا قانونا؟ لمن ستوجه تهمة الإخفاء القسري والسجن خارج القانون؟ يا أخي العزيز، هذه سلطات أمر واقع، وهي إن كانت سلطات غير شرعية لكنها تتحمل مسؤولية بموجب القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، وأيضا حتى الأجهزة الحكومية المتواطئة معها تتحمل جزءا من المسؤولية، لأنها تعمل يعني بشكل مخالف سواء للتشريع اليمني والحقوق الإنسان المعترف بها والمكفولة بالقانون اليمني أو للاتفاقيات التي تعد اليمن طرفا فيها ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وبالتالي المسؤولية قائمة جنائية على هذه السلطات ميليشيات الحوثيين وحلفائهم في
جرائم التنكيل الوحشي التي تلحق بالصحفيين بالزملاء الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر. من الواضح أخي العزيز للأسف الشديد أنه حتى في قانون العصابات، يعني القانون العرفي للعصابات وللجماعات المسلحة التي توصف بأنها إرهابية، لا تعامل ضحاياها أو المختطفين أو أسر الحرب لديها بهذه الوحشية التي تعامل بها الميليشيات الحوثيين. يعني الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج متعارف عليها ويجب على، لكنه وسيلة عندما يخشى على سمعته وليس عند ميليشيا ميليشيا ما نبالي. أشرت في إجابتك إلى أو المحت إلى المؤسسات الحكومية المتعاونة مع الميليشيا، ما الذي أو من تقصد بالضبط بهذه العبارة؟ هل هم مسؤولي السجون وموظفي وزارة الداخلية الذين انخرطوا في الانقلاب أم من بالضبط؟ نعم بالضبط، كل هؤلاء مسؤولين مسؤولية مباشرة، أو حتى أجهزة المخابرات للأسف الشديد التي تعمل تحت سلطة هذه الميليشيات ويعني ساهمت في تقويض سلطة القانون، وبالتالي تتحمل مسؤولية مباشرة مسؤولي هذه الأجهزة سواء إدارات السجون أو حتى النيابات التي لا تقوم بمهمتها. هل يمكن إدانة هؤلاء مستقبلا حتى لو تم اتفاق سياسي بين يفترض يعني أن يتم محاسبة هؤلاء؟ يعني صحيح في مفهوم العدالة الانتقالية أن هناك يعني يفترض إصلاح هذه المؤسسات، ولكن الأشخاص الذين يمررون أو يتغاضون أو يساهمون في ارتكاب جرائم حقوق الإنسان ضد الضحايا فهم سيكونون مسؤولون مسؤولية جدا. وعلى مسؤولية الأستاذ محمد نقول أن جميع المنخرطين في سلك وزارة الداخلية من ومصلحة السجون من الذين لا يزالون يمارسون أدوارهم في ظل هذا الانقلاب وبهذا الشكل التعصبي على المواطنين سيحالون إلى المساءلة وسيتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة عن كل هؤلاء المختطفين والذين بلغوا الآلاف دون ذنب. كان معنا عبر سكايب الأستاذ محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أمة السلام وأطفال الشهيد محمد الصهيبي العشرة، تم الرصد، في أمان الله.